الله يساعدك عمو. ويساعدك وليدي. ايش عجب قاعد هنا؟ العيشة عمي العيشة. ما عندك وليد؟ ما عندك أحد يساعدك؟ ولدي بعد ما كبرتهم وزوجتهم شوفت عينك، شمروني بالشارع وردوا يم نسوانهم. الحمد لله. عمو أنا ما عندي خردة، هاي خمسة راح أخليها وآخذ أربعة. وليدي أنا ما أشوف، ذب اللي تريده واخذ اللي تريده، الله يزيدك. الله يحفظك. شوفوا يا ناس يا عالم بعض، شوف هذا الشيء يسوي، جاي ياخذ من الفقير، رجال اعمى واستغله، اخذ فلوسه باوع، خلاهن بجيب الستره، راح 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 راح، والله عيب عليك، ما تخاف من الله يا صدق كذب، هاش بيها العالم. ماما ماما دق التليفون. منو ماما؟ خاله نورا. تشبيه. الو، ها عيني. شنو؟ وين دزيتي؟ ها هسه اشوفه. ماشي حبيبتي، خلي اشوف دزيت لي فيديو. ايش بيه الفيديو؟ تقول شوفي الغايب. يا هذا غايب. السلام عليكم. تعال تعال. ها خير، شكو شبيك؟ ها شنو؟ شكو هذا منو؟ رجل يسرق من مسكين اعمى. هذا اني. ايه انت طبعا. لعد اني ليش هيك غايب؟ قمت تبوق من الناس الفقره؟ مو حرام عليك؟ ليش هيك تسوي بينا انت؟ والله مو هيك، هذا اصلا انا شفته مسكين واعمى، ردت اعطيه 1000 دينار، ما عندي خرده، عندي خمسه، انطيته خمسه، قلت له رجع لي الباقي، قال لي اخذ اني ما اشوف، مديت ايدي حسبت 4000 دينار خرده، اخذتها حطيتها بجيبه ورحت. انت لو صدق كان انطيته الخمسه كلها. اي مو انا مليونير اعطيه 5000 دينار. كافي عاد، كافي، كافي، خزيتنا قدام العالم، كافي. مو قدام البنيه، مش بيش لمياء. قومي ماما روحي لغرفتك، قومي. ابوك ما يحكي قدامك، يستحي. مو عيب، كافي عاد، يوميه فيديوهات وصور، كافي، مليت من هالعيشه، العالم اكلت وجهي، انا ما اقدر اطلع بالشارع من ورا سوالفك. ولك كافي، ايش بيش انت؟ ولك تصورين يعني مثلا اني اسوي هيك؟ يعني معقوله تصدقين بذوله وما تصدقين بي انا رجلك؟ مو ما اصدق غايب، مو ما اصدق، بس اني تعبت، تعبت ومليت. لمياء، ناس ما تخاف الله، يسوون كل شيء، صنعوا صناعه حتى يحصلون لايك وتعليق. كافي، تصرفاتك كلها غلط بغلط. لحظة، هذا الاكشر. هذا. نعم. رحم الوالديك شاي. شاي مرتاح، رحم الوالديك شاي. ولا كأنما تعرف الصاير ما صاير، شو مسوي؟ شكو الصاير يا ستار؟ يا بتعرف الناس يسموك، يسموه غايب أبو الطلايب، غايب أبو العجايب. يوميا مسوي لك مكسورة، ليش؟ عيب عيب، اخجل عيب. كل هذا يعني بعدين تبوك رجال فقير أعمى، ليش؟ احترم نفسك عودة، أنا ما أبوك، وأنت أصلا ما فاهم الموضوع.